بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة Signal Analysis and Systems، وكنا توقفنا عند جزئية مهمة جدا عندنا في السيجنال بعد ما شرحنا طبعا الـ Properties of the System، يعني شرحنا إن يعني إيه Linearity، يعني إيه Causality، يعني إيه Time Invariant، يعني إيه Invertibility، يعني إيه Memory، يعني إيه Memoryless. شرحنا الحاجات المهمة دي اللي هتفيدني في المحاضرة بتاعت النهاردة. فبذكر حضرتك بحاجة احنا قلناها مهمة قوي، ان اي ديسكريت سيجنال اقدر اعبر عنها بدلالة الايه، مجموعة من الامبلس سيجنال. الهدف دلوقتي انا عايز اوصل لحاجة، اجيب القلم بس بتاعي. احنا دلوقتي عندنا زي ما ذكرنا قبل كده في السيجنال ان انا عندي انبوت المفروض ان الانبوت ده بيدخل على السيستم، خلاص كده بيطلع ايه يا جماعة؟ ايه اللي بيطلع من الموضوع ده؟ بيطلع ايه؟ اوتبوت. يعني الانبوت داخل على السيستم بيطلع اوتبوت. ايه العلاقة بين الانبوت والاوتبوت؟ يعني اقدر اقول ان الاوتبوت بيساوي ايه من الانبوت، خلاص. زي ما كنا قلنا مثلا لو السيستم امبليفاير، بنقول ان الاوتبوت بيساوي الجين بتاع الامبليفاير في الانبوت، صح ولا لا؟ لو كان ده سكويرر بيربع، فبنقول ان هو الاكس اوف ان مثلا الانبوت لو اسمها اكس والاوتبوت اسمه واي، فكنا بنقول ان الواي عباره عن ايه يا جماعه؟ بنقول انها الاكس اوف ان سكوير. يبقى ربطنا علاقة ما بين الاوتبوت والانبوت. احنا بنتكلم على الديسكريت سيجنال دلوقتي، بعد كده هنتكلم على الكونتينوس سيجنال، يعني بنتكلم على واي اوف ان واكس اوف ان كايجاد علاقة ما بينهم. لو في سيستم انبوت دخل على السيستم طلع اوتبوت، عايز اوجد العلاقة ما بين الاوتبوت اللي خارج من السيستم مع الانبوت اللي داخل على السيستم. هو ده الهدف اللي انا عايز اسعى وراه. طيب من هنا دلوقتي انا هبدأ الكلام بتاعي عن طريق ان انا هقول معلومه قلناها قبل كده. ايه هي المعلومه دي؟ ان اي سيجنال ديسكريت اقدر اعبر عنها بدلاله مجموعه من الامبلس، والكلام ده قلناه اهي، ادي سيجنال ديسكريت، والمثال ده شرحناه قبل كده كذا مره. دلوقتي انا عندي سيجنال اهي ديسكريت اقدر اعبر عنها بدلاله مجموعه من الامبلس. ازاي؟ انا عندي السيجنال دي فيها اربع عينات زي ما قدامي، عينة عند سالب واحد، وعينة عند الصفر، وعينة عند الواحد، وعينة عند التلاتة. فالعينة اللي عند الصفر اللي مرئية بالنسبة لنا عبارة عن ايه بدلالة الامبلس؟ هو شكل الامبلس اذكرك بيه طبعا، المفروض تبقى فاكره، ان انا عندي عند الصفر ارتفاع السيجنال بواحد، خلاص. طيب هنا عند الصفر ارتفاع السيجنال باتنين بدل واحد، يبقى ما اقولش دلتا اوف ان الامبلس، بعبر عنها بقول دلتا اوف ان، خلاص، اقول 2 دلتا اوف ان لان الامبليتيود زاد، فالامبليتيود زاد بقول 2 دلتا اوف ان. طب مش دي العينه الوحيده اللي موجوده عندي، ده في عينه عند الواحد. طب اللي انا اعرفه العينه اللي عند الزيرو اسمها دلتا اوف ان، طب العينه اللي عند الواحد تبقى اسمها ايه؟ اتشفتت يمين، ما احنا خدنا الشيفتنج قبل كده. يبقى بدل ما اقول دلتا اوف ان اقول دلتا اوف ان ماينس ايه؟ ماينس 1. بس لو كتبت دلتا اوف ان ماينس 1 وسكت، يبقى الارتفاع بواحد، لكن هي ارتفاعها بكام؟ بنص. يبقى هضرب في كام يا جماعه؟ بنص. في عينات تانية؟ في عينه عند التلاته، يبقى اقول دلتا اوف ان ماينس 3 ليها ارتفاع، ارتفاعها 3، يبقى اضربها في 3. طب في عينه عند سالب واحد، السالب يبقى دلتا اوف ان بلس 1، ما هي عكس اشاره المكان اللي فيه العينه عند سالب واحد، يبقى تقول دلتا اوف ان بلس 1. طيب لو قلت دلتا اوف ان بلس 1 وسكت، يبقى ارتفاعها بواحد، هي فعلا ارتفاعها بواحد، فيبقى مش هضرب في حاجه خالص. كده المجموع ده هو مجموع الاربع عينات، يبقى انا قدرت اعبر عن السيجنال دي بدلاله مجموعه من الامبلس. فواضح جدا ان انا اي ديسكريت سيجنال هي هتبقى مجموعه من العينات. هي الديسكريت سيجنال هتبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ مجموعه من العينات، او تكون عينه واحده هتكتب ترم واحد، عينتين هتكتب ترمين، ثلاث عينات هتكتب ثلاث ترمين، اربع عينات زي المثال اللي قدامنا
هنكتب اربع عينات. حلو جدا. طيب ده لما نكتبه في صوره، في صوره البرواز اللي مكتوب ده، اكس اوف ان بتساوي سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في دلتا اوف ان ماينس كي، يعني امبليتيود في شيفت دلتا اوف ان ماينس كي. الاكس عندك كي، امبليتيود اكس اوف كي يعني ايه؟ يعني عند القيمه مثلا الكي لو بزيرو يبقى عند الاكس اوف زيرو يبقى الارتفاع بتاع الاكس اوف زيرو، عند الواحد يبقى اكس اوف واحد في دلتا اوف ان ماينس واحد. ما هو فعلا انا عند العينه عند الواحد هي مضروبه في الارتفاع بتاعها عند الواحد، فبقول اكس اوف كي في دلتا اوف ان ماينس كي، والكي مديها حاله عامه من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. يبقى ده التعبير العام بتاع الديسكريت سيجنال. خلاص كده يا جماعه في اي مشكله في دي؟ طيب هنبدا بقى دلوقتي نعرف معنى مهم اسمه الكونفليوجن. بعد ما شرحت كده هو الكونفليوجن ده اللي هيربط لي الاوتبوت بالانبوت. يعني انا اللي ببحث عنه ايه؟ ربط الاوتبوت بالانبوت يا جماعه، ان انا اربط الاوتبوت بمين؟ بالانبوت. طب تعالى بص معايا كده، نرجع تاني بمرجوعنا. الانبوت عباره عن الاكس اوف ان بتساوي سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في دلتا اوف ان ماينس كي، ده الانبوت ان جنرال. عايز الاوتبوت. الواي اوف ان هنحط اوبريتور اسمه تي كانه الترانسفورميشن اوبريتور، كانه هو ده الاوبريتور اللي بيحول لي الايه؟ الانبوت سيجنال لاوتبوت سيجنال، كاني ابلايد حاجه معينه، بطبق حاجه معينه على الاكس اوف ان تديني الواي اوف ان. فكان التي دي ابلايد على الاكس اوف ان، طب انا عبرت عن الاكس اوف ان بايه؟ بالمعادله اللي فوق اهي. يبقى كان التي اوبريتور دوا ابلايد على هذا الكلام. طيب هفترض افتراض دلوقتي، ايه هو؟ ان السيستم اللي انا هشتغل عليه لينير وتايم انفاريانت. يبقى هنا الكلام دوا بالنسبه للسيستم لازم يكون لينير وتايم انفاريانت، وده اللي هيتيح لي ان انا اعمل الاختصارات اللي هعملها دلوقتي. يبقى السيستم اللي حضرتك شغال عليه عشان تربط الاوتبوت بالانبوت لازم يكون لينير تايم انفاريانت عشان في دراستنا اللي احنا هندرسها دلوقتي. طب نرجع تاني، التي اوبريتور، يبقى انا كاني بقول هنا ادي سيستم عباره عن تي، الاوبريتور ده ابلايد على الانبوت سيجنال اداني الاوتبوت، وده اللي انا عملناه. طب تعالى نشوف الواي اوف ان. التي اوبريتور والسميشن ار لينير اوبريتور. يعني ايه لينير اوبريتور؟ يعني حضرتك لما كنت ما بتيجي تجمع السيجنال بتجمعها، لما تيجي في الاوتبوت هتجمعها برضو، يبقى هو لينير اوبريتور. ليه عملت كده؟ لان السيستم اصلا لينير فالمجموع هيبقى لينير، والتي اوبريتور بما ان السيستم اصلا لينير يبقى برضو ده لينير اوبريتور. طب ما معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان حضرتك لما بنقول ان الواي اوف ان بتساوي الاكس اوف كي الارتفاعات اللي موجوده، والتي اوبريتور هتبقى ابلايد فقط على دلتا اوف ان ماينس الكي. ليه؟ لانك بتضرب ارتفاع في حاجه، ارتفاع في حاجه زائد ارتفاع في حاجه. التي اوبريتور ده اللي ابلايد الارتفاع، مش هو لينير؟ يعني الجين اللي انت بتضرب فيه هيبقى نفس الجين اللي بتضرب فيه في الاوتبوت، فممكن الجين اركنه على جنب، وده اللي عملته. الاكس اوف كده بيمثل الثابت، الحاجه الثابته اللي بضرب فيه. طيب التي اوبريتور على دلتا اوف ان ماينس كي بكل بساطه هسميها اتش ان ماينس كي، هسميها كده. ونقول ان ديت ايه؟ ها اسمها حضرتك، انا المره اللي فاتت قلت، مش فاكر قلت لك ولا لا، قلت لك لما اقول ستيب ريسبونس او امبلس ريسبونس او اي حاجه ريسبونس معناها ايه؟ مين يجاوبني؟ انا بتاكد بس ان المعلومه دي انا قلتها ولا لا. يعني قلت لك امبلس ريسبونس، يعني ايه امبلس ريسبونس؟ ها مين يجاوب؟ يعني محاضرين ما شاء الله 40 واحد. تعتمد على دكتور؟ نعم، يعني تعتمد على الامبلس ريسبونس معناها تعتمد على. يعني ايه تعتمد على؟ تعتمد على ايه؟ ما فهمتش. ها؟ الامبلس ريسبونس يا دكتور ان انا اقدر اجيبها باليونت امبلس. اقدر اجيب ايه؟ ما تكمل كلامك، مش فاهم. اقدر اجيب السيجنال اللي انا عايزها الاوت ديت بال باليونت امبلس.
كلامك مظبوط بس مش مرتب. بدلالة مجموعة من الانبوتس. لا يا ابني، ما احنا خلاص خلصنا من حتة. اقفل المايك بعد اذنك لان كده بيعمل صدى عندي، مش عارف حضرتك اللي بتقوله ان الامبلس سيجنال عباره عن عباره اقدر اعبر عنها بدلاله مجموعه من الامبلس. ده كلام قديم احنا قلناه. انا بقول لك يعني ايه امبلس ريسبونس. امبلس ريسبونس انت قلت بس مش مجمع، مش مرتب اللي هو الكلام. الاوتبوت يا دكتور، لما يكون ايوه، الاوتبوت لما يكون الامبلس دلتا. لما يكون الانبوت امبلس اللي هو الدلتا، صح كده. لما اقول امبلس ريسبونس زي ما زميلك قال، الاوتبوت الاستجابه، يبقى كده المعلومه دي قلناها. الاوتبوت لما تكون الانبوت دلتا. لما اقول ستيب ريسبونس، الاوتبوت لما يكون الانبوت ستيب. عباس ريسبونس معناها الاوتبوت لما يكون الانبوت عباس. خلاص كده؟ خطأ معروف. فحضرتك انا بقول التي او دلتا اوف ان ماينس كي معناها الاوتبوت لما كان الانبوت دلتا اس سميتها اتش. فقال لك ده هو ده الامبلس ريسبونس. يبقى ده تعريف ليه؟ لان التي اوبريتور معناها الاوتبوت، واللي جوه التي هو الانبوت، فيبقى هو الاتش ان ماينس كده اسمه الامبلس ريسبونس. طب والامبلس ريسبونس ده بيبقى عندي؟ اه، ده بتاع السيستم. السيستم بيتعرف بالامبلس ريسبونس بتاعه، يعني السيستم بيتعرف بالامبلس ريسبونس بتاعه. طب تعالى بقى نكتب هذا الكلام. قال لك يبقى الاوتبوت الواي اوف ان عباره عن سمشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. الاكس ده الانبوت والواي ده الاوتبوت والاتش بيتعرف حسب السيستم، يعني السيستم بيتوصف بالامبلس ريسبونس بتاعه. فقال لك هنعمل اوبريتور العلاقه دي، هنكتب اوبريتور اسمه كونفيوجن. يعني العمليه دي، عمليه الاكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي سميشن، ده اسمه الكونفيوجن سم. دي عمليه. يبقى انا عشان اربط الاوتبوت بالانبوت حضرتك بتقول سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. دي اسمها الكونفوليوجن. وخلي بالك ان احنا بنعملها ستار كده، والستار دي لا تعني مالتيبليكيشن انما تعني عمليه كونفوليوجن. يبقى اذا لو عندي سيستم في اكس داخل عليه خارج منه اوتبوت واي، العلاقه بين الواي والاكس ان الواي بتساوي اكس كونفوليوتد مع الاتش. طب الاتش ده اللي هو مين؟ توصيف السيستم. طيب سؤال، هل البروبرتيز بتاع اللينير تايم انفاريانت سيستم بقى اللي هو ان وات ار ذا كونديشنز اوف، بعد ما انت دخلت الانبوت على السيستم طلع لي الاوتبوت، ايه اخبار الميموري ليست والانفرتابيليتي والكوزاليتي والاستابيليتي، حصل لهم حاجه؟ نقاش سريع جدا. بالنسبه انا بكتب الواي اوف ان بتساوي اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي، حضرتك لما بتيجي تكتبها هتلاقي نفسك بتكتب اتش اوف سالب ان في اكس اوف ان بلس 2 زائد اتش اوف سالب 1 في اكس اوف ان بلس 1. بتفك هذا الكلام بتلاقي في تيرم اسمه اكس اوف 0 في اكس اوف ان. السيستم از ميموري ليس لو الاوتبوت ديبند اونلي اون ذا بريزنت فاليو. خلاص نخلي بالنا، ذيس كان بي ترو اونلي لو اتش اوف كي بتساوي 0 فور كي لا تساوي 0. بمعنى ايه؟ لو كل دول بصفار، يعني اتش اوف سالب 2 واتش اوف سالب 1 بصفر واتش اوف 1 بصفر، مفيش خالص عندي غير عند الاتش اوف 0، يبقى اقدر اقول ده انه اسمه ميموري ليس. يبقى السيستم اقدر اقول انه اسمه ميموري ليس امتى؟ لو ما ظهرتش الا الكي ب 0، غير كده الكي اي كيهات تانية هتخليهولي ايه؟ مش ايه هيبقى ايه؟ آه هو كده هيبقى ميموري ليس، غير كده هيبقى ليه ميموري ذاكره. خلاص؟ طيب البروبرتيز الثانيه الانفرتابيليتي بتاعت السيستم. قال لك انفرتابل، هل ينفع ان انا يعني اعكس السيستم الانبوت داخل على سيستم طلع اوتبوت؟ ينفع اخلي الاوتبوت هو الانبوت والانبوت هو الاوتبوت؟ ينفع ده اجيب العكس؟ قال لك بص حضرتك لو عندك الاكس اوف تي مش هي اصلا، لو انا بتكلم على كونتينوس سيجنال، خلي بالك انا بقى دلوقتي لما اتكلمت على الديسكريت سيجنال قلت انها اكس اوف ان كونفوليوت مع اتش اوف ان. طب لما اتكلم على كونتينوس سيجنال برضو الواي اوف تي هتساوي اكس اوف تي كونفوليوتد مع اتش اوف تي، هي نفس المعنى. بدل ما هو ديسكريت ينفع انه كونتينوس، هنا زي ما انت شايف هو عاملها في الحالتين في الديسكريت او في الكونتينوس. قال لك ان الاتش اوف ان
كونفوليوتد مع اتش انفرتبل اوف ان امتى يحصل؟ انت بتقول دلوقتي ان الواي اوف تي عباره عن ايه حضرتك؟ اكس اوف تي كونفوليوتد مع اتش اوف تي، خلاص هي دي الواي. لو ضربتها في اتش انفرتبل رجعتني تاني للاكس، يبقى لازم الاتش اوف تي كونفوليوتد مع اتش انفرتبل اوف تي اللي انا ضربت فيها دي، خدت بالك اللي انا عملتها، انا اسف مش ضربت، اللي انا عملت لها كونفوليوجن مش ضربت، عملت لها كونفوليوجن، لازم تساوي ايه؟ قال لك الدلتا. تاني اكس اوف تي اي حاجه كونفوليوتد مع الدلتا تديني الحاجه، اي حاجه كونفوليوتد مع الدلتا تديني ايه يا جماعه؟ تديني الحاجه. يعني اكس اوف تي كونفوليوتد مع دلتا تديني الاكس اوف تي، مش كونفوليوتد مع الواحد، مع الدلتا. الكونفوليوشن غير المالتيبليكيشنز، ناخد بالنا من الحته دي. فهي دي بقى ناخدها قاعده، يعني اي سيجنال كونفوليوتد تعملها كونفوليوشن مع الدلتا تديني مين؟ تديني السيجنال نفسها. طيب برضو بيشوف الكوزاليتي ايه اخبارها، هو بيعبر عن السيجنال بدلاله الكونفوليوشن ويشوف ايه اللي حصل. يعني الواي اوف ان بتساوي اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي، ممكن تتكتب اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي او تتكتب اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي، الاثنين ينفعوا. فيها الكوميوتيتيف برضو دي هنقولها كمان شويه، يعني ينفع اقول اكس اوف ان ماينس كي اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي او اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي، الاثنين ينفعوا. ببص كده لما اجي اعملها ثريدها اكتبهم جنب بعض ترمات، هلاقي ان في ان بلس اي بلس 1 وان بلس 2، عشان يبقى كوزال ذيس تيرم ماست بي زيرو. كل اتش اوف سالب 2 واتش اوف سالب 1 واتش اوف كل الحاجات دي عشان ما تصهرش الفيوتشر تبقى بصفر. الاستابيليتي بعد ما عملت الكونفوليوجن افري باوندد انبوت بيديني باوندد اوتبوت. خلاص انا مش عايز اتطرق بس للحاجات دي كتير عشان ما لخبطكش، عايز ادخل على الكونفوليوجن دلوقتي. يعني الباقي ده كله ايه؟ يعني الحاجات دي مش مهمه غير البراكتيكال اكزامبل عشان برضو ايه ما تتوهش معايا في هذه الجزئيه. طيب هنكمل الكلام بتاعنا بقى. المفروض ان ده السلايد رقم 4 مكتوب عليه ليكتشر 4 بروبرتيز اوف ال تي اي سيستمز. بص بقى معايا، ركز معايا قوي عشان الحته دي مهمه جدا. دلوقتي نلخص اللي قلناه بسرعه. الاهم حاجه عشان اربط الاوت بالانبوت ان الواي اوف ان بتساوي سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. اللي موجود في البرواز ده يا جماعه معلش بروزه في دماغك، عايزك اكس اوف كي سميشنز من كي من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي مبروز في الدماغ، بروزه المعلومه دي، اللي هي معناها ان الواي اوف ان بتساوي اكس اوف كي كونفوليوتد مع اتش اوف ان، او اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان. اكس اوف ان دي ان مش كي، اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان، يبقى الكونفوليوتد دي ان مش كي، اكس اوف ايه ان دي، اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان هي تساوي ايه؟ سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. عايز اشوف ازاي اتعامل مع هذه الماثيماتيكال اكسبريشن، من اصعب الماثيماتيكال اكسبريشن اللي عندك في الكورس هي دي، انك تعمل العمليه دي صح. خلاص تعال نشوف اكزامبل، نشوف مين اكزامبل. وفي اليوتيوب انا عامل فيديوهات يعني بالتفصيل الممل فيها برضو، عايز تسمع الفيديو ده تسمع الفيديو اللي في اليوتيوب تاني بطرق مختلفة. المهم ان الكونفوليوشن ده انا عايزك تهضمه كويس، فركز معايا عشان ما يتوهش منك. بص كده معايا، عندي سيجنال اسمها اكس اوف ان، احنا قلنا الاكس اوف ان دي تمثل مين يا جماعة؟ الانبوت. واتش اوف ان بتمثل الايه؟ الامبلس ريسبونس بتاعت السيستم، يعني كأنها السيستم، توصيف السيستم. حضرتك انا عايز اشوف الاوتبوت بكام، يبقى السؤال بيجي لي كده، بديك الاكس اوف ان وبديك الاتش اوف ان. لو مالتيبليكيشن كان سهل هتضرب كل عينه في اقساطها، انما دلوقتي ده كونفوليوجن يفرق. ليه؟ لان الاكسبريشن زي ما حضرتك شايف
انا هقول الواي اوف ان اول خطوه، اكتب الايه المعلومه، اكتب الايه الاكسبريشنز اللي هو اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان اللي هي ايكويفالنت الايه، ان الواي اوف ان بتساوي سميشن من سالب ما لا نهايه، ما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. يبقى اول حاجه اكتب القانون، والقانون تكتبه صح، اكس اوف كي في اتش سميشنز من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. قال لك عشان نحل حاجه زي كده في ديفرنت ميثودز، طرق مختلفه، في ديفرنت ميثودز يعني عندي طرق مختلفه عشان اعمل عمليه الكونفوليوشنز. ايه هي الميثودز دي؟ اول طريقه بتقول لي بص كده بقى معايا، ادي الاكس وادي الاتش، حضرتك هتعمل ايه؟ سميشن اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. يبقى اول خطوه الفاريبل ده بدل ما اسمه اكس اوف ان سميه ده كي، وسمي اللي ايه الثاني ايه كي اكس اوف كي، ما تفرقش معايا يعني اكس اوف كي عشان اعمل الكونفوليوشن اللي هو سميشنز اهو، احنا قايلين اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان سميشن اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. هنعملها ازاي دي؟ طب تعالى واحده واحده كده، ادي الاكس خليها يعني بص لو انت متلخبط انك تغير الفاريبل لكي خليه ان زي ما هو مفيش مشكله، خلي ده ان واكس اوف ان مفيش مشاكل. نقول اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان، عبر عن واحده فيهم بدلاله الدلتا، عبر عن واحده فيهم بدلاله الدلتا، مجموعه الدلتا. مش احنا قلنا ان اي ديسكريت سيجنال ينفع ان انا اعبر عنه بدلاله مجموعه من الامبلس؟ احنا قايلين كده. فعبر سواء عن الاكس او عن الاتش، اي حاجه فيهم اللي ترماته قليل عبر عنه مفيش مشكله، او اعبر عن الاكس اوف ان خلاص وسيب الاتش اوف ان في حالها. مثلا تعال نشوف كده، الاكس اوف ان لو جيت عبرت عنها هما كام ترم؟ كام عينه؟ عينتين، يبقى كام ترم؟ ترمين، ترم عند الزيرو وترم عند الواحد. اللي عند الزيرو بسرعه دلتا اوف ان لانه ما اتشفتش، والارتفاع نص، يبقى اضرب في نص. نجيب الليزر بس معانا خلاص، يبقى انا بضرب في نص اهو، دلتا اوف ان، دلتا اوف ان العينه عند الصفر يبقى دلتا اوف ان ارتفاعها نص يبقى تضرب في نص، زائد العينه اللي بعديها اتشفتت بواحد يبقى دلتا اوف ان ماينس 1 ارتفاعها كام يا جماعه؟ 2 يبقى تضرب في 2 خلاص. ده احط قوس واضرب، او مش هضرب انا اسف، اعمل كونفوليوشن، مش هضرب، كونفوليوتد مع اتش اوف ان، كونفوليوتد مع اتش اوف ان، لحد كده مفيش مشكله. بص بقى حضرتك من خواص الكونفوليوشن انها زي اي حاجه بتتوزع، يعني ايه؟ يعني نص دلتا اوف ان هتكونفوليوت مع اتش اوف ان زائد 2 دلتا اوف ان ماينس 1 كونفوليوتد مع اتش اوف ان، يعني حضرتك وزعت الاتش اوف ان على الترمين عادي خلاص. دلتا اوف ان كونفوليوت مع اتش اوف ان، انا لسه قايل لك الدلتا كونفوليوتد مع الحاجه تديك ايه؟ تديك ايه يا جماعه قلنا؟ الحاجه، يبقى الحاجه اسمها ايه؟ اتش اوف ان، يبقى تتساب اتش اوف ان في حالها. طب لو دلتا اوف ان ماينس 1 هي اللي كونفوليوتد يبقى الحاجه تتشفت ولا لا؟ اتش اوف ان ماينس 1، يبقى الحاجه بتتشفت بمقدار الدلتا. ما هي ليه؟ مش انت بتقول دلتا اوف ان ماينس كي، يعني مثلا لما انت بتكونفوليوت، ايه الكونفوليوشنز دي؟ انك انت بتقول ايه تعريف الكونفوليوشن؟ اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي خلاص كده. يبقى لما تيجي تتشفت الحاجه بتتشفت بمقدار ايه؟ الدلتا. يعني دي دلتا اوف ان ماينس 1 تبقى هي مضروبه كونفوليوتد مع اتش اوف ان تديني اتش اوف ان ماينس 1، دلتا اوف ان ماينس 2 كونفوليوتد مع اتش اوف ان تبقى اتش اوف ان ماينس 2، دلتا اوف ان ماينس 3 كونفوليوتد مع اتش اوف ان تديني اتش اوف ان ماينس 3 وهكذا. يبقى ادوني الترمين دول نص اتش اوف ان زائد 2 اتش اوف ان ماينس 1. السؤال دلوقتي نجيب القلم بتاعنا، السؤال الان دلوقتي انا عندي نص اتش اوف ان زائد 2 اتش اوف ان ماينس 1، عايز اعرف المجموع بتاع دي بكام؟
اعمله ازاي ده يا جماعه؟ مين يجاوبني؟ هو مش الاتش اوف ان عندك؟ اه. وخدنا احنا ترانسفورميشن اوف اندبندنت فاريبلز، يعني بنشوف نقدر نرسمها. انا لما اقول نص اتش اوف ان يعني كان الارتفاعات بتاعت الاتش اوف ان ضربت في نص، يبقى اجيب اشاره فيها الارتفاعات بتاعت الاتش اوف ان ضربت في نص. طب هي الارتفاعات بتاعت الاتش اوف ان هي كلها بواحد، لما تتضرب في نص تبقى كلها بنص. يبقى هنا هنلاقي عند الزيرو ارتفاعها نص، عند الواحد ارتفاعها نص، عند الاتنين ارتفاعها كام؟ نص. طيب بالنسبة ل 2 اتش اوف ان ماينس 1 دي بقى، بالنسبة للسيجنال التانية الإشارة التانية اللي هي 2 اتش اوف ان ماينس 1، نعمل فيها ايه دي يا جماعة؟ كأني عملت ايه في السيجنال؟ شفتها واحد وهضرب في الارتفاع جمعت اتنين بقى. وضربت كل ارتفاع في 2، يبقى الارتفاعات كلها بقت ب2 وشفتها واحد، وده اللي حصل فعلا، انها بقت عند الواحد والاثنين والثلاثه وارتفاعها بكام؟ ب2. التو سيجنال دول بجمعهم على بعض، يبقى كل عينه بتجمعها مع العينه اللي قصادها، كل عينه بجمعها مع العينه اللي قصادها. تعال نجمع كده، في عند الصفر العينه اللي تحت ارتفاعها صفر والعينه اللي فوق نص، يبقى التوتال العينه اللي عند صفر ارتفاعها نص. قبل الصفر كل العينات بصفار، هنا او هنا، يبقى برضو الناتج قبل الصفر العينات كلها بصفار. طب عند الواحد ايه العينات اللي ظاهرة عندك تجمعها؟ 2 زائد العينة اللي فوق بنص، 2 زائد نص باتنين ونص. نفس الكلام بالنسبة للعينة عند الاتنين، اللي تحت قيمتها 2 اللي فوق قيمتها نص، مجموعهم 2 ونص. اللي برضو عند التلاتة العينة اللي تحت ارتفاعها 2، العينة اللي فوق ارتفاعها صفر، مجموعهم 2. بعد كده العينات كلها بصفار فوق وتحت، بتاع الاشاره اللي فوق واللي تحت، يبقى اذا الاشاره بتاعتي اهي، ده الواي اوف ان. صعبه الطريقه الاولى؟ فيها صعوبه؟ ها، في صعوبه في الطريقه الاولى؟ ها يا جماعه، في صعوبه، في اعتراض؟ تمام يا دكتور. طيب تمام دكتور، عند الاثنين، عند الاثنين الزيرو بزيرو صح؟ الاثنين ايه؟ لما عند اثنين اتش اوف اثنين اتش اوف ان ماينس 1 عند الزيرو بزيرو. عند الزيرو اه بزيرو صح؟ عند الزيرو تمام. بزيرو اه، مش باتنين، ده الاثنين دي بينت الارتفاعات دي كلها. طيب تمام يا دكتور. تعالى لتاني تاني طريقة، طريقة سهلة برضو. قال لك بنقول ان الواي اوف ان بتساوي سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، القانون اللي حضرتك تبروزه في دماغك، اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. يبقى الواي اوف ان بتساوي سميشن من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي. خلاص كده. طب نعملها ازاي دي؟ بيقول لك سينس ان الاكس اوف ان هاز فاينايت لينس. طبعا هنا بنقدر نستخدم الطريقه دي لان الاكس اوف ان ليها فاينايت لينس. طب الواي اوف ان كتبت القانون اهو، اول حاجه كتبنا القانون. حضرتك بقى الكي بتتراوح من كام لكام؟ انت كاتب اكس اوف كي، يبقى شوف الكي بتاعت الاكس هي اللي تقول لي الكي كام عينه، عند الزيرو عند الوان مظبوط. يبقى بقول عند الزيرو كي بزيرو لحد ال1 اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي، اعوض بقى كده عندي عند الكي بزيرو هيديني ناتج، وعند الكي بواحد هيديني ناتج، اجمع الاثنين مع بعض. عند الكي بزيرو اعوض عند الكي بزيرو، يبقى اكس اوف زيرو في اتش اوف ان ماينس زيرو يعني اتش اوف ان اهي. طيب عند الكي بواحد اكس اوف واحد في اتش اوف ان ماينس واحد اهي. بعد ما كتبت كده حضرتك الاكس اوف زيرو بكام يا جماعه؟ تعالى نمسح دول، بكام الاكس اوف زيرو؟ بكام ارتفاعك؟ بكام الاكس عند الزيرو في المساله؟ الارتفاع بكام اهو؟ بنص. بنص بنص. والاكس اوف واحد بكام؟ باتنين. باتنين. خلاص، يبقى نص اتش اوف ان زائد 2 اتش اوف ان ماينس 1. قالت المساله لنفس الناتج اللي انا جبته هنا اهو، هي هي. فحضرتك هتعمل نفس الخطوات،
هتجيب لي السيجنال اللي هي نص اتش اوف ان، وتجيب لي السيجنال اللي اسمها 2 اتش اوف ان ماينس 1، وتجمع الاثنين مع بعض يطلع لك نفس الناتج. خلاص يطلع لك نفس الناتج كده. صعبه الطريقه الثانيه؟ ها لا سهل، اسهل من الاولى كمان طيب. دكتور ايوه اتفضل. دكتور ايوه مش فاهمة الخطوة بتاعت ال x of 0 h of n plus ال x، معرفش ازاي اتحولت للخطوة اللي بعدها، معلش. حاضر حضرتك. احنا دلوقتي هتعوضي عند الكيب زيرو في الاكسبريشن ده، يديني ايه؟ عوضي عن الكيب زيرو. بيدي n، اه هيديني n ام ام ايه؟ عوضي n n ان، قولي كل حاجة الكي شيليها وحطي مكانها صفر، مش في اكس اوف كي، يبقى تقوليها ايه بقى؟ اكس اوف صفر في مين؟ اكس اوف صفر ايوه اتش اوف ان ماينس اتش اوف صفر ان ماينس اللي هي دي. عوضي عن الكي مره اخرى بالواحد، عشان انا من كي من زيرو لواحد، اكس اوف واحد في اتش اوف ان ماينس واحد، الكل دول مجموع. انا مسامعك. ها ايوه دكتور. سامعك ايوه ايوه ما اعرفش النت عندها في حاجه او كده. يبقى المهم انك بتعوضي عن الكيب زيرو مره ومره الكيب واحد، وتجمعي التو تيرم، لان ما عندكيش غير الكيب زيرو وكيب واحد. بص اكمل المسيره. طيب تعالى للثيرد ميثود، الايه الطريقه الثالثه بقى. ميزه الطريقه الثالثه انها تصلح لجميع الحالات، بمعنى في الطريقه الاولى والثانيه الاكس والاتش مش كانوا فاينايت؟ فاينايت يعني ايه؟ عدد العينات محدود، مش كده؟ تقدر تعده، في كام عينه هنا؟ في الاكس كام عينه؟ والاتش كام عينه قدامك؟ الاكس كام عينه يا باشمهندسين؟ ثلاثة. الاكس ثلاثة؟ لا الاكس اثنين والاكس ثلاثة. يعني عارف تعدهم اهو، يبقوا فاينايت. يبقى الطريقة الأولى والثانية لما تعرف تعد الاكس والاتش، مش عارف تعدهم، الطريقة الثالثة تصلح ليه؟ لو تعرف تعدهم أو ما تعرفش تعدهم. يعني الطريقة دي تصلح لكل الأحوال، لأن هنشوف مسألة إن أنا ما أقدرش أعد الاكس أو الاتش، ما أقدرش أعد عدد العينات. تعال نشوف كده دلوقتي. الطريقة بتقول الآتي، كتابة القانون أول حاجة. أول حاجة بنعملها نكتب القانون، بعد كده بنعمل إيه؟ بنكتب إيه؟ أول حاجة عايزين الإكس أوف كي هترينيم الأكسس، تغير معلش اسم الأكسس بتاع الإكس. إكس أوف يعني الإن دي تسميها كي، والإكس أوف إن تسميها إكس أوف كي، اللي انا كنت قلت لك عليها من شويه. لا هنا بقى هتفرق معايا، معلش سميه بكي. خلاص كده حضرتك كده جبت الاكس اوف كي، بس مجرد سميت الاكسس بدل ان سميتها كي، وفي الاوتبوت بدل اكس اوف ان سميناها ايه؟ الواي اكسس بدل اكس اوف ان سميناها اكس اوف كي. مفيش متهيألي ما فيهاش مشكله، سميه، ما حدش عنده مشاكل فيها ان شاء الله. طب تعالى بقى بص لدي h of n minus k. سؤال برضك هنعمل رينيمينج للاكسس، بدل ما هي اسمها n هيبقى اسمها k، والn اللي تحت دي يبقى اسمها k. خلاص سؤال دلوقتي، لما اقول لك h of n minus k، السيجنال بتاعت ال h of k عندك اهي، عايز اجيب ال n minus k، بنعمل الريفرس الاول ولا الشيفت؟ انت كده عملت عمليتين صح؟ يعني بص الاكس الاول احنا دلوقتي بقت اسمها اتش اوف كي صح ولا لا؟ غيرت المسمى. لما اقول اتش دكتور لما نغير المسمى بيتغير الحل؟ بيتغير ايه؟ لما بنغير المسمى بيتغير الحل ولا ايه؟ ما بيتغيرش، لا لسه احنا ماشيين واحده واحده، انا لحد دلوقتي ماشي معاك ستيب باي ستيب. شلت ال ان وخليتها كي، هتفرق معاك حاجه؟ الارتفاع بدل ما اسمه اتش اوف ان بقى اسمه اتش اوف كي،
والاكس اكسس بدل ما اسمه ان بقى اسمه كي، عندك مشكله؟ والارتفاعات واحده خلاص. ها طيب تمام يا دكتور. عملت الشيفت او الريفرس الاول يا دكتور؟ في واحد بيقول انا عملت الريفرس او الشيفت الاول مش هتفرق. ما هي فعلا مش هتفرق. ليه؟ لو نتذكر احنا قلنا الاحسن ان احنا نعمل الشيفت الاول عشان ما نتلخبطش فقط، لكن ينفع تعمل الريفرس وتعمل الشيفت بس تاخد بالك من ايه يا جماعه؟ فاكرين لما قلناها، لما قلنا افكرك، لما قلنا السكيلنج قلنا لو في سكيل وشيفت ينفع نعمل السكيل الاول وبعدين الشيفت، بس ناخد بالنا من ايه؟ من التشفيت تقريبا يا دكتور هيبقى مختلف، التشفيت هيبقى اليمين شمال والشمال يمين. اه انت كده سبقتني. زميلك بيقول لو انا عملت انت بتتكلم على الريفرس، لو انا عملت الريفرس الاول التشفيت يتعكس. زميلك جاب من الاخر. يعني ايه؟ يعني انت متعود ان احنا الماينس بنشفت يمين والبلس بنشفت ايه؟ شمال. ده اللي احنا قلناه قبل كده. هيبقى الماينس هو الشمال والايه البلس هو اليمين. لو انت بدات بمين؟ بالريفرس الاول تعكس الشيفت. لو بدات بالشيفت الاول تمشي زي ما انت. فانت هتقول لي طب ما انا امشي الشيفت الاول ورايح دماغي، اقول له الاسهل في حل مسائل الكونفليوجن انك تعمل الريفرس الاول وتعكس عمليه الشيفت في دماغك. هتبان دلوقتي لما بنحل، لانك لو عملت الشيفت الاول وبعدين الريفرس هتتلخبط. خلاص؟ فدي بقى هي اللي ايه الصعوبه بتاعت الكونفليوجن في الحته دي. يبقى بنعمل الريفرس الاول، هنعمل ريفرس الاول وبعدين نشفت. خدت بالك؟ بعكس اللي عرفناه قبل كده. يعني لو كان ماينس نشفت ناحيه الشمال، لو بلس نشفت ناحيه اليمين. وبعد كده نضرب التو العينتين، كل عينه في الاقصاد منها ونجمع. تعال نشوف هذا الكلام. السؤال في سيجنال انا سبتها في حالها اللي هي الاكس، والاتش هي اللي لعبت فيها، صح ولا لا؟ ينفع العكس؟ يعني ينفع العكس؟ يعني ينفع انك تثبت الاتش وفي الحاله دي هتعمل ريفرس وشيفت للاكس. انما انا في الحل ده عملت ايه؟ ثبتت الاكس وعملت ريفرس وشيفت لمين؟ للاتش. فانت بتشوف انت بقى المناسب بالنسبه لك تثبت مين وتشفت مين. لازم واحده بتثبتها واحده بتشفتها وتعملها ريفرس طبعا. طب واحده واحده، ادي بقى دي سميتها انا ايه؟ الاكس اوف كي زي ما قلنا. غيرنا بس مسميات، اللي سبتها في حالها انا مجرد غيرت لها بس المسميات، سميتها ايه؟ الاكس اكسس اسمها كي، والاكس اوف ان سميتها اكس اوف كي. ده يعتبر انا ما عملتش حاجه. خلاص؟ طيب لما الان دلوقتي هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه. نجي بقى للاتش. الاتش حضرتك بتعمل لها ريفرس وبعدين شيفت. طب ريفرس يعني ايه؟ مرايه حوالين الواي. فين السيجنال بتاعت الاتش اهي. لما اعمل لها مرايه حوالين الواي، العينه اللي عند الصفر تفضل في مكانها، العينه اللي عند الواحد تبقى مكانها فين يا جماعه؟ عند السالب واحد، وارتفاعها ايه؟ سالب واحد، وارتفاعها بواحد. والعينه اللي عند الاثنين هتبقى فين؟ ماينس 2. سالب 2 وارتفاعها بكام؟ بواحد اهم. وحضرتك بقى هتيجي بقى نتخيل الشيفت. لو بقت السيجنال في مكانها، الان دي اتشفته بالنيجاتيف، نيجاتيف هيبقى التشفيت يمين ولا شمال؟ شمال يا باشمهندس يا محترم. جميل. انت بتقول شمال ليه؟ احنا عملنا الاول، احنا عملنا عشان احنا عملت انا عملت الريفرس الاول. طب ما هي لما الان لما الان بالنيجاتيف المفروض اشفت ايه؟ المفروض في الطبيعه شفت يمين. في الطبيعه شفت يمين، يبقى جه دلوقتي تقول اشفت يمين ولا شفت شمال؟ أنا قلت شمال. قلت شمال. امال مين اللي قال يمين من شويه؟ مش انت، في حد قال يمين من شويه. خلاص يبقى شفت شمال. طول ما انا بشفت شمال اهو كده، ادي العينات بتاعتي بشفتها شمال، وادي العينات اللي عندي الاصليه اللي هي الاكس.
لما بضرب العينات اللي في الاتش بعد ما شفيت مع العينات اللي في الاكس، اضرب العينات قصاد بعضها واجمع في عينات قصاد بعض. لما شفيت شمال الاتش في عينات في الاكس قصاد اتنين قصاد بعض، الاكس والاتش قصاد بعض ما فيش. يبقى لما الان اقل من الصفر دائما وابدا للواي في ان بكام؟ بزيرو، لان ما فيش عينات قصاد بعضها. واضح؟ مفيش عينات ايه؟ قصاد بعضها. طب تعال نشوف لو العينات الان بزيرو، زيرو يعني انا شفت قد ايه حضرتك؟ لو الان بزيرو شفت قد ايه؟ ما شفتش. ما شفتش، يبقى فضلت في مكاني بعد ما عملت ريفرس. اهي. حلو جدا، يعني دي اسمها الان بزيرو، اتش اوف زيرو ماينس كي. سؤال، في عينات قصاد بعض؟ الاكس اهي. الاكس اهي والاتش أيوة الجديده اهي. الزيرو مين؟ الزيرو ايه؟ والسالب واحد. يا راجل فين السالب واحد دي؟ ان شاء الله فوق في سالب واحد. الزيرو مع الزيرو، الزيرو بس. الزيرو بس. ومين اللي بيقول واحد؟ البي اللي بيقول واحد. فين يا ابني الواحد ده؟ مفيش غير الزيرو بس. انتوا شايفين حاجه غير الزيرو؟ ننظف الشاشه شويه عشان الناس تاخد بالها اهو. انت شايف في دي اللي عامل عليهم صح؟ ايه العينات اللي قصاد بعضها؟ الزيرو بس، صح ولا لا؟ اضرب لي العينه اللي عند الزيرو ارتفاعها واحد، والعينه اللي عند الزيرو فوق ارتفاعها نص، واحد في نص بكام؟ ها؟ نص تحت اهو، تمام. يبقى تطلع نص. مفيش غير اللي هي العينه اللي عندي اللي هي عند الزيرو بس. طب تعالى شفتنا ان بواحد، بوستيف البوستيف اشفت يمين ولا شمال؟ بوزيتيف يمين. يمين صحيح، عكس المتعارف عليه. فشفت بواحد، الاصليه اهي، هي الاصليه عند الصفر. شفت بكام؟ ها، يمين ولا شمال؟ شفتنا يمين واحد اهو، مظبوط. تمام، شفت بواحد يمين. طيب، هي كانت اصلا عند سالب اتنين بقت عند سالب واحد، وسالب واحد بقت عند الصفر، والصفر عند الواحد، يبقى شفتنا يمين واحده. طيب، ديه مع دي، ايه العينات اللي قصاد بعضها؟ كام عينة قصاد بعضهم؟ مين؟ اتنين. الزيرو والواحد. عند الزيرو ارتفاعها واحد، وعند الزيرو ارتفاعها نص، تعمل كام دي لما يتضربوا نص؟ وعند الواحد ارتفاعها واحد، وعند الواحد ارتفاعها اتنين، تعمل اتنين. اجمع بقى القيمتين اللي انا حصلت عليهم، مرة بنص اتنين ونص، ومرة باتنين، مرة بنص ومرة اتنين، يبقى المجموع اتنين ونص. تعالى لما نشفت باتنين، الاصليه اهي، ما ننساش الاصليه، اشفتها باتنين يمين طبعا، يبقى السالب اتنين بقت عند الصفر، والسالب واحد بقت عند الواحد، والصفر بقت عند الاتنين اهي. دي في كام عينه قصاد كام عينه هنا؟ ها؟ مين برضه؟ اتنين برضه، يبقى عند الصفر ارتفاعها بواحد، عملوا لي دول نص، نص في واحد بنص. وعند الواحد ارتفاعها باتنين، وعند الواحد ارتفاعها بواحد، عملوا لي ايه؟ اتنين. اجمع الكلام ده يبقى اتنين ونص برضه. طيب، المرة اللي بعديها الأصلية شفتها تلاتة. الإن بتلاتة، لو الإن بتلاتة يبقى أنا شفت تلاتة. لما شفت الاصليه بتلاته، يبقى السالب اتنين بقت عند الواحد، السالب واحد بقت عند الاتنين، الصفر بقت عند التلاته. دي في كام عينه قصاد بعض؟ عينه مفيش، واحده عينه عند الواحد، عند الواحد فقط. عند الواحد ارتفاعها بواحد، وعند الواحد ارتفاعها باتنين، تعمل لي واحد في اتنين باتنين. بعد كده باللوجيك كده بالمنطق، لما شفت اكتر من تلاته، العينات دي هتتشفت، هتبقى أول عينة عند الكام؟ لما شفت أكتر من تلاتة يعني بأربعة، هتبقى العينة عند الاتنين والتلاتة والأربعة، يبقى مفيش عينات قصاد بعضها، صح؟ يبقى لو شفت بأربعة، بخمسة، بستة، بسبعة، بتمانية، العينات عم اترحلت خالص، ما بقاش في عينات قصاد بعض، يبقى الإن أكبر من التلاتة، الواي في إن بكام؟ بزيرو. تعالى بقى نرسم الكلام ده. حضرتك العينات ظهرت فين؟ عند الان بواحد،
والان بصفر والان باتنين ظهرت نتائج، والان بتلاتة. بس في حاجة تانية ظهرت قبل الصفر مفيش، بعد الثلاثة مفيش. عند الصفر ارتفاعها كام؟ نص، ده اللي طلع معايا. عند الواحد ارتفاعها كام؟ 2.5. عند الاتنين ارتفاعها كام؟ معلش، 2.5. عند التلاتة ارتفاعها كام؟ 2. مش ده نفس الحل بتاعي؟ اهو نفس الحل السابق. الحلين الفيرست ميثود والسكند ميثود ادوني هم 4 عينات، عند الصفر نص، وعند الواحد 2.5، وعند الاتنين 2.5، وعند التلاتة 2. طلعت نفس الناتج ولا لأ؟ اهي ادي الاوتبوت بتاعي. طلعت نفس النتيجة ولا يا جماعة؟ ها؟ في أي مشاكل فيها كده؟ ها يا شباب؟ في أي مشكلة؟ مش سامع صوتكم. سامع؟ تمام يا دكتور. ها دكتور تمام. طيب. تعالى ندخل بقى في مسألة تانية. والكلام ده موجود عندنا على القناة بتاعتنا على اليوتيوب، اللي حابب يسمع الفيديو عامله بانيميشن وعمالين نغير في الصورة ومش عارف ايه، اللي حابب يسمعه كتير مفيش اي مشكلة ومفيش ادنى مشكلة. القناة اسمها يا دكتور معلش؟ نعم، اسم القناة معلش. دكتور اشرف علي. تمام شكرا. ماشي. دلوقتي بيقول لي واي اوف ايه، اللي عايز يحسب الواي اوف ان بتساوي اكس اوف ان كونفليوتد مع اتش اوف ان. حضرتك ادي الاكس اوف ان اهي، وادي الاتش اوف ان اهي. خلاص. سؤال، الطريقه الاولى تنفع والثانيه؟ ها الطريقه الاولى والثانيه تنفع؟ ما ينفعش عشان انا مش عارف اعد دلوقتي، مش عارف اعد. يعني دلوقتي احنا مش عارفين نعد حاجه. الاكس اجي اقول لك عددهم مش عارف، فنلزم الطريقه مين؟ الطريقه الثالثه. طيب احنا قلنا بنعمل ايه؟ ادي واحدة بنثبتها والتانية بنعمل لها ريفيرس وشيفت. خلاص؟ يستحسن اللي تلعب فيها الثابتة. يعني ايه اللي تلعب فيها الثابتة؟ يعني اللي تعمل لها ريفيرس وشيفت الثابتة عندك، فين الثابتة عندك؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ هو طبعا اللي تحت. اي طريقه تنفع اللي تحت طبعا، دي اسهل انك تعملها ريفرس وشيفت. يعني تلاقيه ثابت احسن لك، بدل التاني ارتفاعاته مختلفه. فهو ده اللي هنعمله، هنبقى الاتش هي اللي هنلعب فيها. سبت دي في حالها والتاني عملت لها ريفرس وشيفت مرايه حوالين الواي. لما الان اقل من الزيرو في عينات قصاد بعض؟ لا لا، يبقى الواي اوف ان بكام على طول؟ بزيرو. زيرو. طيب لما نبدا نخش بقى، يبدا يخش، عايزين نشوف النتيجه كام. على فكره في طريقه سريعه قوي، يعني لو انت تعرف المتتابعه الهندسيه هتعرف الاجابه بسرعه، هسالك فيها دلوقتي. بس ايه؟ لما اقول لك معلومه كده، لو الان بزيرو مش تبقى السيجنال عامله كده يا جماعه وهكذا. لو الان بزيرو ها، لو الان بزيرو يا جماعه، لو الان بايه؟ لو الان بزيرو يبقى الاوتبوت بكام؟ حد يقول لي. بزيرو. بزيرو ليه؟ مش في عينات قصاد بعض؟ ايوه ايوه يا دكتور. طيب ايه مين العينات عند كام قصاد بعض؟ هو لازم نرسمها كده اهي. الزيرو قصاده زيرو في عينه ولا مفيش؟ ايوه موجود فيه قصاده. بس في حاجه تانيه؟ لا مفيش غيره. يبقى الواي اوف زيرو هتساوي ايه؟ ارتفاع العينه اللي فوق بكام واللي تحت بكام؟ الفا اس زيرو. ما دي الفا اس كي. الفا اس زيرو بكام؟ الفا اس زيرو بكام؟ بواحد. بواحد.
ودي ارتفاعها بكام اصلا؟ بواحد. واحد في واحد بكام؟ واحد في واحد. بواحد. واحد. يبقى بواحد. واحد. يبقى واي اوف زيرو في واحد. طب تعالى الواي اوف وان، انا شفيت بوزيتيف يبقى شفيت يمين، لان انا عملت ريفرس الاول، يبقى بدل ما يكونوا عينه واحده هيكونوا ايه، عينتين. صح؟ دي ارتفاعها بواحد، اللي فوق ارتفاعها بكام؟ اللي فوق ارتفاعها بكام؟ حد جدع كده يقول لنا. بألفا، ألفا أس 1 يعني ألفا. خلي بالك إن هما الارتفاعات ألفا أس كي، يعني على العينة التانية ألفا أس 2، ألفا أس 3. طب إديني بقى كده الناتج بكام؟ عند الزيرو ارتفاعها بواحد، وعند الواحد ارتفاعها بكام؟ بألفا، ألفا. ألفا تبقى واحد زائد، واحد زائد ألفا. الله ينور عليك، واحد زائد ألفا. طب واي 2 هتبقى واحد زائد الفا تربيع بس؟ لا ومعاهم الالفا القديمه. ايوه واحد زائد الفا زائد الفا تربيع. الله ينور عليك، انا في الفا تربيع. طب ليه، طب ليه، طب ليه يا دكتور حطيت الالفا القديمه؟ عشان خدت ثلاث قيم صح؟ اه انت شايف ايه؟ مش شايف ثلاث عينات قصاد ثلاث عينات؟ عند الصفر وعند الواحد وعند الاثنين؟ تمام. يبقى بتساوي واي 2 بتساوي 1 زائد الفا زائد الفا تربيع وهكذا، صح كده ولا لا؟ طب لو واي اوف ان تفتكر بتساوي ايه؟ 1 زائد الفا. ايوه اوف ان زائد ايه؟ لا زائد الفا تربيع زائد الفا تكعيب زائد الفا اس 4 زائد الفا حتى اف ان الفا تكعيب زائد الفا اس ان في الاخر لحد الفا اس ان في الاخر. حلو قوي، حد يقدر يقول لي المجموع ده بيساوي ايه؟ 1 زائد الفا زائد الفا سكوير زائد الفا وهكذا لحد الفا اس ان، ده بيساوي ايه؟ حد يقدر يقول لي ده بيساوي ايه؟ انفينيتي. انفينيتي واي اوف ان زيرو. زيرو ايه يا ابني ده؟ احنا مش بنقول اي حاجه كده يا باشمهندس، ايه اللي انت قلته؟ نركز شويه، هقول لك معلومة. انتوا خدتوا مجموع المتتابعة الهندسية او قبل يعني ايه متتابعة هندسية؟ يعني ايه متتابعة هندسية؟ ها؟ يعني ايه متتابعة هندسية؟ حد عارف؟ باشمهندسين حد عارف يعني ايه متتابعة هندسية؟ الكونتينيتي يا دكتور ولا غير الايه؟ الكونتينيتي ولا غيرها؟ ايه الكونتينيوتي دي؟ كونتينيوتي دي ايه؟ الكونتينيوتي دي ايه؟ دي اللي هي ايه دي؟ متتابعه اسمها كونتينيوتي سيكونس. معرفش بقى، في جيومتريك سيكونس وفي اريثماتيك سيكونس، ايه الفرق بينهم؟ لا يا دكتور، اللي هو لما بضرب كل حد مثلا في عدد معين بيطلع الحد اللي قبله. مش عارف انت ملخبط في الاجابه شويه، مش واضح انك عارفها ولا لا. يعني مثلا واحد الواحد يعني اقصد اللي هو يعني انا ضربت الحد اللي قبل الالفا اللي هو مثلا الواحد بثابت معين يطلع نفس النسبه اللي ما بينه وبين التاني. ماشي، بس انا اتحداك ان حد فهم انت بتقول ايه. انا حاسس انه صح، انت فاهم، لكن اتحداك حد فهم انت بتقول ايه. ها حد فهم؟ طيب بيقول ايه؟ المتتابعة الهندسية ده يا دكتور متتالية، هيكون بيكون لها أساس ونسبة مشتركة. ماشي، برضو كلامك حلو، بس برضو لو زمايلك اللي سامعينك لو مش فاهمين مش هيفهموا أنت قلت إيه. برضو كلامك صح. طب نقول متتالية لها أساس ولها نسبة، يعني مثلا أضرب في اتنين كده زي. طب أنا ماشي، كلامك صح، كلامك صح، بس ما حد ما أعتقدش حد يعني. ها حاصل قسمة أي متتاليين، أي عددين متتاليين بيساوي رقم ثابت. الله ينور عليك، حلوة دي برضو، دي قريبة، ممكن زمايلك يكونوا فهموا يعني دي يفهموا منها. بص، المتتابعة الهندسية معناها إن حضرتك بتكتب أرقام ورا بعضها، العلاقة ما بين الرقم واللي قبل منه إنك ضارب في رقم ثابت. يعني حضرتك لو قلت واحد وبعديه اتنين، أنت ضربت في كام؟ لما وصلت للاتنين ضربت في اتنين، يبقى تضرب ايضا في 2 عشان تجيب الرقم اللي بعد منه. 2 في 2 بكام؟ ب 4. بعدين اللي بعديه يبقى كام؟ تضرب في يعني كل رقم يلي الرقم اللي قبليه بتضرب في ثابت، نفس الثابت. فهو ده هنا محقق كده،
مش الرقم الاولاني واحد، اللي بعديه الفا يبقى ضربته في الفا، اللي بعديه الفا تربيع يبقى ضربت الالفا في الفا، بعد الالفا تربيع مين؟ الدور على مين؟ بتضرب في الفا يبقى بقت الفا تكعيب، اللي بعديه الفا باور 4 وهكذا. يبقى هو متتابعه هندسيه عايز اجيب مجموعها، متعارف عليه مجموع المتتابعه الهندسيه الجيومتريك سيكونس، ليها قانون، ليها ايه؟ ليها قانون. دي محققه المتتابعه الهندسيه. المتتابعه الحسابيه انك بتزود ثابت على كل رقم، يعني بتقول واحد بعديه ثلاثه، انت زودت اثنين ما بين الواحد والثلاثه، زودت اثنين يبقى الثلاثه تزود عليها اثنين بقت خمسه، يبقى الرقم اللي يليه خمسه، اللي بعد الخمسه تزود نفس الرقم اثنين يليه يبقى سبعه، وهكذا، يبقى واحد ثلاثه خمسه سبعه تسعه زياده ثابته. انما المتتابعه الهندسيه هي الضرب في رقم ثابت. هنا الالفا الاساس زي ما زميلك اللي كان عمال بيتكلم بيقول اساس، ليها اساس اللي هو الالفا اللي هو الثابت اللي بتضرب فيه، ولها بدايه اللي هي الواحد، فانت حضرتك ولها عدد، انت ماشي من واحد لحد ان، يبقى عددها ان، عددها ان، الفا اس ان، اخرك الفا اس ان. فما بنجيب مجموعها بنقول واحد اول رقم ناقص الفا اس عدده العدد زائد واحد على واحد ناقص الاساس بتاعك اللي هو بتضرب فيه اللي هو واحد ناقص الفا. ده قانونها، قانون. فبيتكتب اهو، كاتبه لك في البرواز هنا، يبقى فاهمني، يبقى ده القانون بتاعنا. طب هو في سؤال واحد بيقول لي، هو حضرتك انت كتبت السميشن ده، ما ده السميشن معناه بالسرد الفا اس كي من زيرو لحد ان، هو ده ومجموعه له القانون بتاعه ده. يا ريت يا جماعه نعمل سيرش عن المتتابعه الهندسيه ومجموعها، اتعب شويه معايا عشان المعلومه توصل لك تبقى كويسه وسهله عليك. طول ما انت بتتعب المعلومه بتوصل لك بسهوله، تتعب فيها تلاقي ان انا ما باجي اديك معلومه بتثبت معايا. يبقى ده المجموع، ماشي يا جماعه كده؟ طيب لما نيجي بقى نعمل كونفليوجن بالنسبه للكونتينوس سيجنال، في اي مشكله عندك في الديسكريت؟ نتكلم على الكونتينوس سيجنال. الكونتينوس بدل ما بقول سميشن اقول ايه يا جماعه؟ بدل ما اقول سميشن اقول ايه؟ اقول تكامل. تكامل، الله ينور عليك. يبقى بدل ما بقول سميشن بقول انتجريشن، يبقى بدل ما بقول سميشن بقول انتجريشن. اهي انا لو عندي سيجنال اسمها اكس اوف تي وسيجنال اسمها اتش اوف تي، يبقى بدل ما بقول بقى اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي، هسمي الكي دي بقى خليها، احنا بنتكلم على تاو، على تي، على تايم التي، ما بنقولش ان، الكونتينوس بنتكلم على تي ما بنتكلمش على ان. والكي هنستبدلها برمز تاني اسمه تاو، انا يعني كان عندي رمز اسمه كي فسميه تاو، فهيبقى اكس اوف تاو في اتش اوف تي ماينس تاو، او اتش اوف تاو في اكس اوف تي ماينس تاو. ما احنا قلنا ينفع نقول على الاكس او على الاتش، اي واحده فيهم. فحضرتك في الكونفليوجن هتكتب كده، كونفليوت اتش اوف تاو في اكس اوف تي ماينس تاو، سيجنال اهي بتاعت الاتش اوف اي اوف تاو، وسيجنال اليونت ستيب بتاعت الاكس اوف تي. نفس المساله، بدل ما كانت ديسكريت كانت ايه يا جماعه؟ كانت كونتينوس زي ما انت شايف كده. طيب اولا برضو بنفس الطريقه حضرتك السيجنال لما تتشفت ناحيه الايه، انت عملت لها ريفيرس، يعني السيجنال كانت كده اهي، اهي بص كانت كده، اللي واحده منهم عملت لها ايه؟ ريفيرس وشيفت، فعملت الاكس هي اللي عملت لها الريفيرس. لو التي اتشفتت ناحيه الايه؟ الاقل من الزيرو، يبقى تشفيت شمال. هل في سيجنال المره دي بدل ما نقول عينات قصاد بعض، هل في اشارات قصاد بعض؟ انت بتضرب الاشارات بقى؟ لا مفيش. يبقى مفيش، يبقى الواي اوف تي بزيرو. بتضرب وتكامل، مفيش حاجه. مفيش اتنين قصاد بعض، يبقى الواي اوف تي بزيرو. طب لما التي تخش هي اتشفتت بمقدار ان جنرال تاو، يبقى هكامل بقى. ده قيمته كام يا جماعه؟ السيجنال دي ارتفاعها كام؟ قيمته يعني ارتفاعه كام هنا؟
ارتفاع واحد. واحد على الكيلو. واحد واحد يتضرب الواحد في مين؟ في السيجنال دي سالب واحد على ار سي في اي اس سالب اهي. خلي بالك هتضربها ازاي بقى؟ هتضرب الواحد في اي، خلي بالك بتغير اسم الفاريبل زي ما عملنا في الايه؟ زي ما عملنا في مين؟ في الديسكريت كنا مغيرين اسمه من ان لكي، هنا هنغيره من تي لتاو، هنغير المسمى بتاع الفاريبل. يبقى عندي اي اس سالب تاو على ار سي تكامل بالنسبه لتاو، يبقى التكامل بتاعي بالنسبه لمين؟ تاو. خلاص؟ من صفر لكام يا جماعه؟ انا شفت بمقدار تي، يعني حسب النقطه دي تي، يعني انا لما باجي اكامل مش بقول من صفر لتي في مين؟ في السيجنال اللي فوق اللي هي سالب واحد على ار سي في اي اس سالب تاو على ار سي. الواحد على ار سي دي اللي موجوده عندي اخرجها بره لانها ثابت، وكامل الكلام ده اي اس سالب تاو على ار سي بتساوي ايه؟ اي اس سالب تاو على ار سي بتساوي ايه؟ لما كامل بكتب الاكسبوننشال وفاضل وفاضل على القيمه بتاعتي واقلبها، يبقى هنا هتبقى الار سي فوق سالب ار سي فوق اللي هي تتشط بطول مع بعض. طبعا لما تكامل بقت اي اس سالب تاو على ار سي، اعوض بحدود التكامل الابر ليميت ناقص اللور ليميت، الابر ليميت بتي يبقى اشيل كل تاو واحط مكانها تي، تبقى اي اس سالب تي على ار سي ناقص اعوض بالصفر يبقى تديني ناقص واحد. الكلام ده لما تي اكبر من الصفر، يعني ممكن اقول ان الاشاره دي كانها مضروبه في اوف تي. طبعا في نيجاتيف بره فاتضرب في دول بقت واحد ناقص اي اس سالب تي على ار سي. واضحه؟ عايزكم تحلوها بنفسكم وتسالوا فيها. خدت بالك؟ طبعا هو بيقول لك خلي بالك الكوميوتيتيف بروبرتي يعني اكس اوف تي كونفوليوتد مع اتش اوف تي هي اتش اوف تي كونفوليوتد مع اكس اوف ايه اوف تي، يعني القانونين اهو والقانونين بتوع الديسكريت ينفع اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي او اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي سميشنز طبعا بتاع هذا الكلام، والانتجريشن كذلك. ديستريبيوتيف بروبرتي، واحنا استخدمنا الديستريبيوتيف بروبرتي انها بتتوزع على اكتر من تيرمز، يعني لو تو تيرمز ان في خاصيه التوزيع وخاصيه الابدال وخاصيه الاسوشيتيف بروبرتي، لما تضرب الكونفوليوجن يعني ثلاثه بتضربهم في بعض ممكن تبدا باي واحده فيهم. خلاص؟ طبعا بيقول لك ان لو كاسكيدد، انت متعود ان الكاسكيدد يعني حاجتين ورا بعض، انك بتضرب البلوك ده في البلوك ده. انتوا واخدين كنترول ولا لسه بتاخدوه؟ خدتوا كنترول لسه؟ لا يبقى ما فيش داعي بقى لخبطه. على العموم يا جماعه طبعا في بروفس للبروبرتيز دي، ريدنج ماتيريال للاطلاع اللي عايز يطلع وعايز يشوفها ما فيش اي مشكله. هو انا كده بقول لك ان التايم دومين بالنسبه لنا انتهى، هنبدا ان شاء الله من محاضره بكره في الفريكوانسي دومين فور يير سيريس، هنبداها من بكره وهنعرف يعني ايه فريكوانسي دومين. عايزك تذاكر بقى التايم دومين كويس والكونفوليوشن كويس النهارده. ماشي يا جماعه، تحلوا المسائل دي تاني. معلش يا دكتور سؤال بس لو سمحت. اتفضل. هي في الديسكريت لما اجي اعمل كونفوليوشن بتبقى اكس اوف ان ولا اكس اوف كي في الكونفوليوشن؟ هي اكس اوف ان كونفوليوتد مع اتش اوف ان. لما تيجي بتسمي بتسميها وانت بتحل بالطريقه الثالثه اللي هي الجنرال. لا في القانون نفسه، في القانون لا نفسه قانون اكس اوف ان كونفوليوت مع اتش اوف ان اهي 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 مكتوبه ورا اكس اوف كي. ما انا قلت لك صلحها، دي كانت في حته واحده بس، هنا اهي مكتوبه ايه عندك اهي، مش ده سؤالك؟ مكتوبه اكس اوف ان ولا اتش اوف ان ولا اكس اوف كي اهي؟ اكس اوف ان، بعدين تحت بقى مكتوبه اكس اوف كي. لا ده السميشن ده. ايه يا باشمهندس ده السميشن؟ ايه اللي لخبطت كده؟ انت كده لخبطت خالص. ده السميشنز بقى بطبق القانون اكس اوف كي في اتش اوف ان ماينس كي او اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي. تمام تمام معايا؟ ده القانون. ايه تاني؟ تمام. طيب تاني يا فندم، القانون برضو السميشن هنا احنا خدنا الكي من 0 لواحد. فين ده؟ ليه من 0 لواحد؟ فين 0 لواحد ده في المساله؟ لان هما كانوا عينتين بس.
المسألة اللي في واحد الأول ده ممكن كان يكون أكتر، ممكن يكون آه أكتر من طبعا واحد. ممكن يكون أكتر، هنا كان زيرو واحد بس عينتين بس، أيوه لكن لو كانوا أكتر يبقى تعمل بكل العينات، كل العينات اللي عندك. انا هنا عوضت عن الكي بزيرو سمشن، هنا بدل من سالب مال نهايه المال نهايه كتبت سمشن الكي من زيرو لواحد، صح؟ لكن ممكن يكون في عندي اكتر من واحد يعني. صح، حسب المسألة، حسب آه المسألة. تمام تمام، حسب المسألة. تمام ايه تاني؟ ماشي تمام. اعمل سيفنج للمحاضرة، في اي اسئلة؟ طيب.